Hello everyone. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس اللغة الإنجليزية. والدرس ديال اليوم يكون على Present Perfect Continuous. أولا الدرس راه ساهل، ما تخلعكمش السمية الطويلة ديالو، ودقة دقة غادي نفهمو كل شيء. And let's do it. المحور الأول في هذا الدرس يكون هو Structure. Structure ديال Present Perfect Continuous هي Has or Have plus Been plus Verb plus ing. طويلة شوية ولكن غادي نقسموها باش نفهموها مزيان. has or have، فوقاش كنستعملو has، فوقاش كنستعملو have. has كنستعملوها في he and she and it باش كيكون عندنا البرونون هو he or she it. have كنستعملوها باش كيكون عندنا I you we they. plus been اللي كتحطها كيما هي plus الverb plus ing، يعني الverb كتحطه في البيزك فورم ديالو كتزيد لي ing في الاخر ديالو. على سبيل المثال I have been traveling. I have درنا حيت عندنا البرونون هو I. been اللي كتحطها كيما هي travel الverb travel plus ing في الاخر traveling. بعد ما سالينا من المحور الاول اللي هو structure ندوزو للمحور الثاني واللي هو when do we use Present Perfect Continuous. كنستعملو هاد التنس هذا باش كيكون عندنا حدث اللي هو بدا في الماضي وباقي مستمر في الحاضر وغادي يكمل في المستقبل. على سبيل المثال صاحبي أحمد خدام في هاد الشركة هادي 5 سنوات، يعني هو كان خدام فيها هادي 5 سنوات وباقي خدام فيها دابا، باقي خدام في نفس الشركة وباقي غادي يخدم فيها في المستقبل. احمد has been working here for 5 years. احمد نقدر نعوضوه به has درنا حيت احمد يمكن نعوضوه به. احمد has been اللي هي ثابته ما كتبدلش ديما كتحطها. احمد has been working كان خدام اللي هو الverb work plus ing here for 5 years هنايا لمدة 5 سنوات. مثال آخر، انت شفتي صاحبك غلط بكثرة الماكلة، شنو غادي تقول لي؟ تقول لي وليتي كتاكل بزاف مؤخرا. You have been eating a lot recently. ندوزو لآخر محور معنا واللي هو question and denial. نعطيو مثال. أحمد has been working here for 5 years. كيفاش نردو هادي question؟ بكل بساطة كترد has ولا have ديالك كتردهم هما في أول جملة. has أحمد been working here for 5 years كدير question mark. another example you have been eating a lot recently. شنو كدير؟ have ديالك كتردها في الأول ديال الجملة. Have you been eating a lot recently? question mark. بالنسبة للنيجاتيف بكل بساطة كتزيد not more the has ولا the have ديالك. By example أحمد has been working here for 5 years. بغينا نردوها negative form. أحمد has not been working here for 5 years. كما كتشوفوا has زدنا موراها not. مثال آخر you have been eating a lot recently. بغينا نردوها negative form. you have not been eating a lot recently. كما كتشوفوا have زدنا موراها درنا not ولات بالنيجاتيف. كيف ما العادة ولدعم الفهم ديالنا نقومو بتمارين تطبيقية.
هنا الفيديو يكون سهلة. إلا عجبكم العمل ديالنا دعمونا بلايك وسبسكرايب وشير مع أصحابكم، والسلام عليكم.